histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ريفيجن كده سريعة على الميل ريبرودكتيف سيستم. أول حاجة بيكون من إيه؟ برايمري سكس أورجان الأساسية عندنا اللي هما التو تيستيز اللي هما بيمسؤولين عن تصنيع السبيرم. بعدين في الأكسسوري بقى، الحاجات اللي هي الإضافات اللي بتضاف بعد كده، أكسسوري سكس أورجانز، ميل جينيتال تراكس، التراكس اللي هتوصل مع الجلانس، اكسسوري جينيتال جلانس مع البينس. تمام، يبقى ده بالنسبه للميل ريبرودكتيف سيستم. الصوره اللي قدامنا موضحه، ادي البرايمري تيستس، بعد كده الاكسسوري جينيتال هنقولهم بالتفصيل، اكسسوري جينيتال تراكت مع الجلانس اللي موجوده اللي هي السيمينال فيزيكال والبروستات والبالبيوريثرال، ده الاكسسوري جينيتال جلانس بالاضافه للبينس. اول حاجه البرايمري سكس اورجان اللي هي التستس عباره عن ايه؟ زي اي اورجان او اي جلاند بتبقى عباره عن ستروما اند بارينكيما. الستروما كبسول، الكبسول بيبقى اسمها تونيكا البوجينيا، مليانه وايت كولاجين فايبر، يبقى اسمها تونيكا البوجينيا. بتبقى سكند بوستيريورلي، هنا كده الجزء ده شايفين لونها ازرق فاتح، دي التونيكا البوجينيا، بيحصل لها سكنينج بوستيريورلي، وبقى موجود فيها حاجه اسمها ريد تيستس، وهي ما يبقى سكند كده بوستيريوري بيبقى اسمها ميديا ستاينم تيستس، وجواها الشبكه اللي قدامنا دي اللي اسمها ريد تيستس. الكبسول نازل منها سبته، السبته هنا بتبقى انكومبليت بالشكل اللي قدامنا ده، وتعمل 250 لوبيول في التيستس، انكومبليت سبته. واخر حاجه اللي عباره، بدل ما هنقول بقى كلمه ريتيكولار فايبر هنقول انترستيشيال تيشو. انترستيشيال تيشو موجود بين السيمينيفراس تيوبولز وبعضها، الانترستيشيال تيشو بتوين سيمينيفراس تيوبولز موجود في ايه؟ زي اي كونكتيف تيشو، عباره عن في بلاد فيسلز، في سيلز زي الفايبروبلاست، الليمفوسايتس، الليمفاتكس، كل الحاجات دي موجودة. بالإضافة بقى لحاجة مهمة في الانترستيشيال تيشو اسمها انترستيشيال سيلز اوف لايدك، دي عبارة عن الخلية المسؤولة عن تصنيع التستوستيرون، هنقولها بالتفصيل إن شاء الله. يبقى ده بالنسبة للستروما كبسول وسبتة، وبدل ريتيكولار فايبر هنقول انترستيشيال تيشو. طب البارينكيما، البارينكيما عبارة عن إيه؟ في طبعا التستس فيها جزء له اكسوكراين فانكشن وجزء اندوكراين. الاكسوكراين اللي هي السيمينيفراس تيوبولز مسؤولة عن تصنيع السبيرم وهتمشي في الدكتس، اما الاندوكراين عن طريق الانترستيشيال سيلز اوف لايدك دي هتصنع التستوستيرون. طيب لو تعرفوا طبعا اثناء الامبريو التكوين بيبقى التستس دي فوق وبعد كده بتنزل للسكروتم، وهي نازله بتاخد حته من البروتونيوم معاها، يبقى اسمها التونيكا فاجينالس. يبقى التونيكا فاجينالس دي عباره عن سيروس ساك، عباره عن طبقتين، اوتر بارايتال لاير وانر فيسيرال لاير، طبقه لازقه في السكروتم اوتر بارايتال وطبقه لازقه في التستس اسمها انر فيسيرال، وبينهم بيبقى فيه سبيس. طيب لو جينا بقى نتكلم عن السيمينيفراس تيوبيول هنلاقي فيها ابيثيليوم، اسمه ايه؟ سيمينيفراس ابيثيليوم. سيمينيفراس ابيثيليوم نوعين، في خلايا مسؤوله بتمشي في خطوات معينه كده لغايه لما نوصل للسبرم يبقى اسمها سبرماتوجينيك سيلز، وخليه بقى بتعمل لهم سبورت وتدعمهم وتغذيهم اسمها ستيرتولي سيلز. السبرماتوجينيك سيلز حوالي من 4 لـ 8 طبقات واقفين على البيزمنت ميمبرين. كذا نوع من الخلايا دي سبرماتوجينيك، كذا نوع، اول حاجه اسمها سبرماتوجونيا، بعدين برايمري سبرماتوسايتس، بعدين سكندري سبرماتوسايتس، واخر حاجه السبرماتيدز اند سبير. هنبدا نتكلم عنهم بالتفصيل اللي هي السبرماتوجينيك سيلز بالتفصيل. السبرماتوجينيك سيلز عشان تدينا الخطوات دي وتوصل للسبرم بتمر بمرحلتين، حاجة اسمها سبرماتوجينيسيس، دي الفيرست بارت اوف سبيرم برودكشن، دي الخطوة الأولانية في السبيرم برودكشن، افتكروا اسمها ماتو، ماتو يعني ميتوزس ومايوزس، يبقى في سيل ديفيجن بيحصل في المرحلة دي اللي هي السبرماتوجينيسيس. تمام، السبرماتوجونيا اللي هي الطفل بيبقى مولود بيها سبرماتوجونيا، بتوصل انها تتحول لحاجة اسمها سبرماتيد،
دي في السبرماتوماتو يعني سيل ديفيجن. طب السبرميوجينيسيس بقى، السبرميوجينيسيس ما فيش فيها ديفيجن، دي مجرد تغيرات في الشكل، السبرماتيد يتغير في الشكل ويتحول للماتيور سبرم، تمام، نو ديفيجن، المرحله دي ما فيهاش ديفيجن، هي سبرميوجينيسيس. اللي بيحصل عندنا السبرماتوجونيا في الاول بتبقى اسمها دارك تايب اي، يبقى عندنا تايب اي وتايب بي. تايب اي في منه نوعين، دارك بيبقى غامق ان اكتف، بعد كده يحصل له ميتوزس ويدينا بيل تايب اي. البيل تايب اي يحصل لها ميتوزس تاني وتقدر تكون عدد منها اكتر، يبقى عندها نيومرس بيل تايب اي، وجزء من البيل تايب اي يتحول لتايب بي سبرماتوجونيا. تايب بي سبرماتوجونيا، تايب بي سبرماتوجونيا تنقسم تاني ميتوزس اكتر وتكبر في الحجم وتدينا برايمري سبرماتوسايت. تدينا ايه؟ يبقى البي تدينا بي برايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت دي بقى بيحصلها دوبليكيشن في الدي ان ايه وتدخل في الفيرست مايوتيك وتدينا سكندري سبرماتوسايت. يبقى البرايمري تدخل في الفيرست مايوتيك، سكندري سكند يبقى تدخل في السكند مايوتيك وتدينا السبرماتيد اللي هو 23 اس كروموزوم. يبقى كل الحاجات دي اسمها ايه؟ سبرماتو جينيسيس. ماتو يعني ديفيجن، ميتوتيك ومايوتيك. السبرماتوجونيا لسه قايلين جايه منين؟ من البرمورديال جيرم سيل، تبقى حوالي طبقه لطبقتين، دي اول حاجه خالص لازقه على البيزمنت ممبرين على البيزا اللامنة. نوعها ايه؟ في دارك طيب ايه يحصل له ميتوزس ويدي بيل تايب ايه، والبيل تايب ايه يحصل له ميتوزس وهي تعتبر بروجينيتور سيلز، البيل تايب ايه بروجينيتور تدينا نفس نوعها وتدي نوع تاني اللي هي البي سبرماتوجونيا، مش طيب ايه بقى خلاص تدي طيب بي، والطيب بي يحصل لها مور ديفيجن وتكبر في الحجم وتدي برايمري سبرماتوسايتس. البرايمري سبرماتوسايتس جاية منين؟ لسه قايلين بي برايمري جاية من البي سبرماتوجونيا، طيب بي سبرماتوجونيا دي عبارة عن طبقتين لتلاتة مور انر جوة شوية بقى، مور انر للسبرماتوجونيا بتتنقل من حاجة اسمها بيزل كومبارتمنت الادليومينال كومبارتمنت، هنقولها بالتفصيل في السيرتولي. هي تعتبر اكبر حاجة هي البرايمري سبرماتوسايت دي، اكبر حاجة فيها 46 دي كروموزوم، خلاص بتتأهل تدخل الفيرست مايوتيك برايمري سبرماتوسايت، تدخل فيرست مايوتيك بتقعد في البروفيز بتاعه 3 اسابيع. يعني معظم البرايمري سبرماتوسايت لما نشوفها نلاقيها في البروفيز بيقعد تقعد فيه 3 اسابيع وتدينا 2 سكندري سبرماتوسايتس، وحصل سيباريشن الاكس عن الدي كروموزوم، حصل سيباريشن الاكس عن الواي كروموزوم. طب السكندري سبرماتوسايت الاوريجين بتاعها جايه منين؟ جايه من البرايمري بعد الفيرست مايوتيك، دي ريرلي سين على طول بتدخل في السكند مايوتيك ديفيجن، تبقى حجمها طبعا اصغر، هتدينا خليتين لما تدخل، هي طبعا فيها 23 دي، لما تدخل السكند مايوتيك هتدينا 2 سبرماتيد، كل سبرماتيد فيه 23 اس كروموزوم. السبرماتيد لسه قايلين جاي منين؟ جاي من السكندري سبرماتوسايتس، بيبقى موجود فين؟ في الابيكس بتاع السيرتولي، حجمه صغير، ده السمولست، ده اصغر حاجه عندنا 9 مايكرون، والكروموزومز فيه 23 اس كروموزوم. خلاص هو خلاص خلص المايوتيك ديفيجن 23 اس كروموزوم، بعد كده يحصل له تغيرات بحاجه اسمها السبرميوجينيسيس، عمليه السبرميوجينيسيس ويدينا الماتيور سبرم. السبرميوجينيسيس دي عباره عن ديفرنشيشن اوف سبرماتيد تو فورم ماتيور سبرم، هنا مفيش ديفيجن بقى خلاص، مجرد تغير في الشكل، عباره عن مورفولوجيكال تشينجز بتحصل في السبرماتيد ويز نو سيل ديفيجن. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي يخلي السبرماتيد المدور ده يتحول للسبرم؟ اول حاجه زي ما انتم شايفين النيوكليس هتتحول تبقى عامله، شايفين النيوكليس بتاع السبرم تبقى كوندنسد، ناشفه كده كوندنسد والونجيتد زي راس الحرب عشان تقدر تعمل الفيرتلايزيشن. طب الجولجي، الجولجي كون حاجه اسمها اكروزوم فيزيكل، حويصله كده فيها انزيمز اسمها الاكروزوم فيزيكلز، بعد كده الاكروزوم فيزيكل دي
تحوط الانتيريور تو ثيردس بتاع النيوكليوس وتعمل حاجه اسمها كاب او هيد كاب كده، الكاب بتاع الهيد بتاع او النيوكليوس بتاع السبيرم. والهيدروليتيك انزيم دي المين انزيمز فيها هي الهيالورونيديز انزيم، مسؤول ان هو يعمل ديسوسيشن للكورونا رادياتا ويهدم الزونا بيلوسيدا بتاع الاوفم عشان يحصل الفيرتلايزيشن. وخطوه تحرر الانزيمز دي من الاكروزومال كاب اسمها اكروزومال رياكشن. طب السنتريولز احنا عارفين السبرماتيد فيه تو سنتريولز، واحد هيلزق في النيوكليوس وواحد هيبدا يكون الاكسونيم اللي هيعمل الفلاجيلا. طب الميتوكوندريا اللي كانت موجوده في السبرماتيد تبدا تترصص حوالين البروكسيمال بارت بتاع الاكسونيم وتعمل الميدل بيس اوف سبيرم. يبقى الميدل بيس من اسمها ام فيها ميتوكوندريا. طيب السيتوبلازم، في حته السيتوبلازم لسه باقيه كده بيسموها ريزيدوال بادي، جسم متبقي كده، مين اللي هياكله؟ السيرتولي سيلز. دي التغيرات اللي بتحصل في السبرميوجينيسيس. شايفين الصوره اللي قدامنا بتاع السبرم؟ ادي النيوكليوس بتبقى كوندنسد وولونجيتد، حواليها الاكروزوما الكاب، كل ده في الهيد، بعدين في جزء صغير فيري شورت اسمه النك، بعدين الميدل بيس الاكسون او الاكسونيم حوالين الميتوكوندريا ميدل بيس، وبعدين البرنسبال بيس بيبقى فيها الاكسونيم وحواليه دنس فايبرز مفيش ميتوكوندريا، واخر حاجه الاند بيس بتبقى اكسونيم فقط وحواليه شويه سيتوبلازم او سيل ممبرين. ستراكشر بتاع الماتيور سبيرم، اول حاجه الهيد بتبقى 5-7 مايكرون، بتبقى فلاتند وبير شيبد شبه الكمترايه كده، عبارة عن ايه؟ نيوكليوس والاكروزوم كاب بالاضافة للبلازما ميمبري. طب النك بتبقى فيري شورت، بيبقى موجود فيها تو سنتريولز، واحد يفضل ايه موجود زي ما هو كده ماسك في النيوكليوس، وواحد هيعمل الاكسونيم بتاع الفلاجيلا. والجزء ده بيبقى فيه شوية سيتوبلازم زيادة كده اللي هما الريزيدوال باديز، جزء شوية سيتوبلازم زيادة كده بيبقى موجودين في حتة النك. طب الميدل بيس طولها زي الهيد 5-7 مايكرون، بتتكون من ايه؟ عبارة عن الاكسونيم زي فاكرين السيليا كانت 9 دبلتس و 2 سنجلتس موجودين بالشكل ده، وفي كمان حاجة اسمها 9 اوتر دنس فايبرز كده موجودين 9 كده 9 بردك، بعد كده في ميتوكوندريا بالاضافة للبلازما ممبري. ادي اوتر دنس فايبرز اهمت، وادي السيليا او اللي اسمها بقى هنا الاكسونيم اللي عامل الفلاجيلم بالاضافه للميتوكوندريا في البريفري. ده الميدل بيس ام يعني ميتوكوندريا ما ننساش. طب البرنسبال بيس دي اطول جزء بقى، ده الموست ايه بتاع التيل، موست اوف ذا تيل لينس، عباره عن اكسونيم بالاضافه للناين دنس فايبرز، هنا بقى ما فيش ميتوكوندريا. طب الاند بيس، الاند بيس دي عباره عن شورت جزء صغير وتابرنج كده رفيع، عباره عن اكسونيم اونلي وحواليه بلازما ممبرين فقط بالشكل ده. طب نتكلم عن السيرتولي سيل، خليه عامله ازاي؟ زي ما احنا شايفين لونها موف فاتح قدامنا، دي كولامنر سيل، خليه طويله بالشكل ده، بس كمنين من عند البيزال لامينا لغايه اليومن بتاع السيمينيفراس تيوبيولز. الريجولار ان شيب، شكلها كده غير محدد، فيها انفيجينيشن، فيها بالظبط بنشبهها زي برج الحمام اللي فيه فتحات عايش فيها الحمام، فنفس الكلام فيها فتحات فيها انفيجينيشن موجود فيها السبرماتوجينيك سيلز. وظيفتها ايه؟ وظيفتها عامله فيسيولوجيكال اند ميتابوليك سبورت، دي تعتبر الحاضنه بتاعتهم او النيرسينج سيلز او الام، يعني مش الام اللي ولدتهم او كونتهم، لا الام اللي شايلاهم وبتحميهم وكده، الحاضنه بتاعتهم يعني. السبرماتيدز موجود فين؟ موجود في الابيكال بارت بتاعها. النيوكليس بانها كولامنر سيل، يبقى النيوكليس بتاعتها بتبقى اوفال سيل، خليه نشيطه، يبقى ايوكروماتيك نيوكليس فيزيكولار نيوكليس. السيتوبلازم فيه ايه؟ خليه بتصنع، يبقى اكيد فيها جولجي، فيها ار اي ار، فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولام، بالاضافه طبعا انها بتاكل الريزيدوال بادز، هيبقى فيها لايزوزومز.
حاجة بقى مهمة قوي بتكونها السيرتولي اسمها البلود تيستس بارير، ده عبارة عن تايت جانكشن. اي بارير بيحتاج يعني ايه يبقى فيه اقوى جانكشن عندنا اللي هو التايت جانكشن بين اللاترال بروسيسز بتاع السيرتولي سيلز. شايفين اللاترال بروسيسز عاملة مسكت مع بعضها عاملة تايت جانكشن. يقسم السيمينيفراس تيوبيول لحاجتين، جزء ناحية البيزا اللامينة يسموه بيزا الكمبارتمنت او اوتر كمبارتمنت، وجزء ناحية اليومن يسموه اد اليومينال او انر كومبارتمنت. الجزء البيزل ده اللي ناحية البيزمنت ممبرين هيبقى موجود فيه الخلية اللي الطفل مولود بيها اللي هي السبرماتوجونيا فقط. اما الاد اليومينال فيها بقية الانواع بقى اللي هي البرايمري والسكندري سبرماتوسايتس والسبرماتيد والماتيور سبرم، كل ده ناحية اليومن اد اليومينال كومبارتمنت. يبقى هي عزلت الحاجة اللي الطفل مولود بيها اللي هي السبرماتوجونيا عن بقية الخلايا اللي اتكونت عند البيوبرتي اللي الجسم ممكن يتعرف عليها ويهاجمها على انها جسم غريب. وظيفة وظيفة السيرتولي سيل ايه؟ احنا قلنا هي ام بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بتعمل سبورت بروتكشن نيوتريشن، كل ده بتعمله للسبرماتوجينيك سيلز، تديها الميتابولايتس والنيوتريتيف فاكتورز للسبرماتوسايت والسبرماتيد والسبرم، تعمل البلاد تيستس بارير عشان تحميهم. تحميهم من ايه؟ تحميهم من الانتي بوديز اللي ممكن تتكون، يبقى تمنع الانتيجين منهم انها توصل للدم، وبتمنع الانتي بوديز لو في انتي بوديز انها تتعرف عليهم وتهاجمهم، يبقى بتمنع الاوتو اميون ديزيز. طيب لها وظيفة كمان اكسوكراين واندوكراين فانكشن. اكسوكراين انها بتعمل ايه؟ بتفرز ووتر وبتفرز نيوتريشن لليومن عشان تعمل ماتوريشن للسبيرم، بالاضافة كمان انها بتفرز حاجة اسمها اندروجين بايندينج بروتين. الاندروجين بايندينج بروتين ده عبارة عن بروتين السيرتولي بتفرزه يروح لليومن يبدأ يلقط التستوستيرون ويركزه في اليومن، لما يتركز في اليومن يساعد في عملية السبرميوجينيسيس. طب الاندوكراين فانكشن دي عبارة عن ايه؟ بتفرز حاجة تروح للبلد اسمها الانهيبين، دي عشان تعمل نيجاتيف فيدباك للاف اس اتش، كمان بتعمل لها وظيفة فاجوسيتوزيس. فاكرين الريزيدوال بوديز؟ ادي الريزيدوال بوديز موجودة اهو، مين اللي هياكله ويخلص السبرم منه؟ هي السيرتولي سيل عن طريق اللايزوزومز الموجودة فيها بتحلل. طيب بعد كده نتكلم، قلنا الانترستيشيال سيلز او عبارة عن اللايدك سيلز، دي عبارة عن موجودة في الانترستيشيال بتاع التستس بين السيمينيفروس تيوبيولز، بتبدأ تشتغل يدوب قبل البيوبرتي على طول نتيجة لتأثير هرمون اسمه ال LH أو اسمه interstitial stimulating هرمون، يبدأ يخليها تشتغل وتبدأ تفرز التستوستيرون. بتبقى عبارة عن خلية كبيرة large cells بالشكل ده، وظيفتها تفرز synthesis and secretion of testosterone. النيوكليس بأنها خلية بتفرز يبقى النيوكليس بتاعتها بتبقى active achromatic nucleus. بما انها خلية بتفرز تستوستيرون يعني ستيرويد هرمون يعني ليبيد، يبقى السيتوبلازما هيبقى فاكيوليتد، بالاضافة لايه؟ ان موجود فيها ميتوكوندريا عشان الطاقة. بتتميز كمان اللي هي ستيرويد سيكريتنج سيلز ان الميتوكوندريا بتاعتها بتبقى الكريستي بتاعتها طويلة تيوبولار كريستي عشان تزود السيرفس اريا تصنع اي تي بي اكتر، بالاضافة طبعا ان فيها سموس اندوبلازميك ريتيكولوم اللي له علاقة بتصنيع الليبيد، وطبعا الجولجي هيبقى موجود بالإضافة لليبيد دروبلتس القطرات بتاع الاستيرويد اللي هي الليبيد موجودة بالشكل ده. طيب نبدأ بقى نتكلم عن الجينيتال داكتس. الجينيتال داكتس عبارة عن انتراسيستيكولار، حاجات جوه التستس وفي اكستراتيستيكولار. الانتراتيستيكولار عبارة عن ايه؟ طبعا السيمينيفرس دي تبع التستس خلاص، احنا بنقول بقى الاكسسوري جينيتال داكت الباقي. في انابيب مستقيمه كده توصل السيمينيفرس بالشبكه اللي اسمها ريت تيستس، يسموها الانابيب المستقيمه تيوبولي ريكتي. تيوبولي يعني انبوبه، ريكتي يعني مستقيمه. وفي شبكه موجوده في التيستس كده وظيفتها انها بتنقل، يا ملهاش دعوه بالتصنيع، كل دي حاجات بتنقل بس السبرم، يبقى اسمها ريت تيستس. شبه الشبكه كده في التيستس موجوده في الميدياستاينم اسمها ريت تيستس. يبقى السيمينيفرس توصل لتيوبولي ريكتي، وتيوبولي ريكتي توصل للريت تيستس. طب الريت تيستس يوصل لايه؟ الانوعيه الكتير دي اللي اسمها فازا افرنشيا،
الفازا افرنشيا توصل للإبيديديمس، والإبيديديمس يوصل للفاز ديفرنس الطويل اللي قدامنا ده، والفاز ديفرنس مع السيمينال فيزيكل يفتحهم في الإيجاكولاتوري داكت، والإيجاكولاتوري داكت تفتح في الميل يوريسرا. ده الطريق بتاع السبيرم لغاية ما يخرج بره الجسم، ودي عبارة عن الجينيتال داكتس. الإكسترا تستيكولار افتكروا فيفي، في فازا افرنشيا، اي ابيديديمس، في تانية فاز ديفرنس، اي ايجاكولاتوري داكت، واخر حاجة الميل يوريسرا. اول حاجة الابيديديمس. الابيديديمس ده انبوبة طويلة حوالي 6 متر زي الامعاء بتاعتنا كده، 6 متر، هايلي كويلد، له هيد ولو بادي ولو تيل. هنا بقى يبدأ يظهر لنا الابيسيليوم الكذاب، سودو ستراتيفايد كولامنر. ما احنا ماشيين بقى لما اي حاجه كده مش عارفين الابسيليوم بتاعها ايه في الميل، فغالبا من اول بقى من الابيديديمس واحنا ماشيين كده نقول سودو ستراتيفايد كولامنر. تمام. السودو ستراتيفايد في خلايا بتبقى طويله وخلايا قصيره في زحمه كده، كلهم واقفين على نفس البيزمنت ممبرين، والخلايا الطويله دي الابسيليوم الكذاب ده في كمان سيليا كذابه اسمها ستيريو سيليا. هي مش سيليا ولا حاجه، هي مايكروفيلاي بس طويله شبه السيليا، يسموها ستيريو سيليا بس مش بتتحرك. بالاضافه طبعا في خلايا قصيره اللي هي تبقى ستيم سيلز. حوالي الابسيليوم ده في ايه؟ حوالي شويه كونكتيف تيشو فاسكولار، طبعا في بلاد فيسلز، بالاضافه لشويه سموث ماسل موجود. السموث ماسل في الهيد والبادي بتبقى سيركولار سموث ماسل، اما السموث ماسل في التيل بتبقى شبه الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس هنقول فيه المصل ثلاث طبقات، انر لونجيتودينال، ميدل سيركولار، اوتر لونجيتودينال. الميل افتكروا الميل عكس الجي اي تي، الجي اي تي كانت انر سيركولار اوتر لونجيتودينال، الميل بيبقى انر لونجيتودينال، ممكن نقول انر لونجيتودينال اوتر سيركولار. هنا بقى كمان في طبقه زايده فيبقى انر لونجيتودينال، ميدل سيركولار، اوتر لونجيتودينال، بس بدايتنا ايه؟ انر لونجيتودينال. يبقى الفاز ديفرنس ثلاث طبقات، والتيل اوف ابيديديمس ثلاث طبقات من المصل. طيب ايه وظيفه الابيديديمس؟ الابيديديمس ده وظيفته ان هو بيعمل بايوكيميكال ماتوريشن للسبيرم، يخليه يتنشط اكتر بايوكيميكال، وكمان يخزنه فتره قصيره. تمام. يعني جاي له ضيف، السبيرم ده الضيف اللي جاي الابيديديمس، فهيعمل فيه ايه؟ هيعمل له ماتوريشن ويخزنه فتره. البرنسيبال سيلز تعمل ايه للضيف ده؟ لما يجي لنا ضيف بنقدم له حاجه حلوه، فهي هتقدم تفرز جلايكوبروتين وجلايكوليبيدز للسبيرم. ايه كمان؟ لما بيجي لنا ضيف وتعبان وعرقان نديله مناديل يعمل ابزوربشن للووتر، فنفس الكلام البرنسيبال سيلز تعمل ابزوربشن للووتر اللي كانت صنعتها السيرتولي علشان تخلي السبيرم يتنقل، لان السبيرم لسه ما بيتحركش، ما عندوش القدره انه يتحرك لوحده، فكانت الفلويد دي بتخليه يتحرك، فالفلويد دي البرنسيبال سيلز هتمتصها. ايه كمان؟ عن طريق المايكروفيلاي اللي هي الستيريو سيلي. بالاضافه كمان ان في ريزيدوال بادز، لو لسه موجود ريزيدوال بادز تبدا تاكلها، لو معانا الضيف معاه حاجه مش عايزها بناخدها منه، ريزيدوال بادز، ريموفال اوف ريزيدوال بادز. طب خلاص الضيف قعد 48 ساعه، خلاص نقول له اتفضل بقى من غير ما ترد، مع السلامه، عن طريق البريستالتيك كونتراكشن بالسموث ماسل تطرده في الايجاكوليشن. طيب الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس دي انبوبه طويله موجوده موصله من الابيديديمس لغايه الايجاكولاتوري داكت، بتبقى موجوده في السبرماتيك كورد زي اي حاجه لها اليومن، لها عباره عن ميوكوزا، الميوكوزا ابيسيليوم وكوريوم. الابيسيليوم هنا زي اخوه الابيديديمس، الابيسيليوم الكاذب سودو ستراتيفايد كولامنر وذ ستيريو سيليا، بس الستيريو سيليا هنا عددها اقل. حوالي شويه كونكتيف تيشو فايبرس، كونكتيف تيشو بالاضافه لشويه الاستيك فايبر، يبقى فايبر والاستيك كونكتيف تيشو. الماسل لسه قايلين التيل بتاع الابيديديمس زي الفاس ديفرنس ثلاث طبقات عكس الجي اي تي، انر لونجيتودينال، ميدل سيركولار، اوتر لونجيتودينال، فيري سيك ماسل. وحواليهم شويه كونكتيف تيشو ادفنتيشي، يبقى ثلاث طبقات ميكوزا ماسكولوزا ادفنتيشي. وظيفته ايه؟ وظيفته كارز سبيرم باي رابيد بريستالتز على طول ينقلها من الابيديديمس للايجاكولاتوري داكت. طيب اتكلمنا ان في حاجه اسمها تيوبوليريكتي والريد تيستس موجودين جوه التيستس اسمهم انترا تيستيكولار داكتس. اللايننج بتاعهم ايه؟ التيوبوليريكتي فيها جزء قريب من السيمينيفراس تيوبيول، هيبقى فيه سيرتولي سيلز. تمام. اما الجزء الديستال
هيبقى شبه الريد تيستس، عبارة عن سيمبل كيوبيكال إبيثيليا. تمام، يبقى السيرتولي دي كأنها سيمبل كولامنر، خلايا طويلة كده سيرتولي سيمبل كولامنر. أما الريد تيستس أصغر شوية تبقى سيمبل كيوبيكال إبيثيليا. طب الفازا افرنشيا، الفازا افتكروا الفازا كده اللي عندنا في البيت، فيها ورد طويل وورد قصير، فيها نوعين من الخلايا، خلايا طويلة كولامنر سيل ولها شعر طويل سيليا، وخلايا قصيرة كيوبيكال سيل نون سيليتد. طب الابيديدمس، قايلين بقى بداية الكتب بقى من اول ابيديدمس، سودو ستراتيفايد كولامنر وذ ستيريو سيليا. طب الفاز زي اخوه الابيديدمس بس الستيريو سيليا عددها اقل. طب الاجاكولاتوري داكت، الاجاكولاتوري داكت هنا هيبقى في صراع بقى، في حاجات فيها كذا نوع من الابيثيليا، الاجاكولاتوري داكت والسيمينال فيزيكل والبروستات، التلاتة اللي جنب بعض دول هيبقى فيهم سودو ستراتيفايد بالاضافه لسيمبل كولامنر، في صراع بقى يا ترى اكذب ولا ما اكذبش، يبقى سودو ستراتيفايد وسيمبل كولامنر. ندخل بقى على اليوريثرا، هتبقى عباره عن هنقولها في الاخر بالتفصيل، فيها يا سودو ستراتيفايد يا ستراتيفايد كولامنر، وفي الاخر خالص ناحيه السيرفس هيبقى ستراتيفايد سكويمس. السيمينال فيزيكال دي انبوبه هايلي تورشوس حوالي 15 سنتي، في طبعا بيبقى موجود اتنين منها زي اي حاجه لها اليومن، عباره عن ميوكوزا، الميوكوزا هنا هايلي فولدد ميوكوزا زي الفالوبيان، فالوبيان تيوب هتبقى هايلي فولدد ودي زيها هايلي فولدد ميوكوزا. الابيثيليوم ايه الصراع موجود هنا زي الاجاكولاتوري داكت زي السيمينال فيزيكال زي البروستات، سودو ستراتيفايد كولامنر او سيمبل كولامنر، اجزاء كده واجزاء كده زي الصوره اللي قدامنا، حتت فيها زحمه كده سودو ستراتيفايد وحتت سيمبل كولام، وطبعا حواليها شويه كونكتيف تيشو فيهم الاستيك فايبرز. طب الماسل، الماسل هنا بقى الوحيده في الميل اللي مختلفه بقى، الفيزيكال السيمينال فيزيكال عباره عن زي جي اي تي انر سيركولر واوتر لونجيتودينال، يبقى دي الحاجه الوحيده في الميل اللي مختلفه، اما كل الميل بيبقى انر لونجيتودينال واوتر سيركولر او ميدل سيركولر، اما هنا انر سيركولر اوتر لونجيتودينال. وظيفة السيمينال فيزيكال ايه؟ افتكروا كلمة في فيزيكال، يبقى في اي بي، في هي طبعا اكسوكراين هتفرز طبعا اللي بيحسها على السكريشن هي التستوستيرون، في يعني فيزيت يلوش الكالاين فلويد، في يعني سبعة كده، في سبعة مقلوبة كده يبقى 70% من الاجاكولات، اللي في كمان يعني فيتامين سي، الفي قريب منها الاف، حرف الاف بيبقى فراكتوز بتفرز الفراكتوز اللي بيتغذى عليه السبيرم، بالاضافه للفايبرينوجين، والبي يعني بروستاجلاندنز مسؤوله، هي مسؤوله عن البريستالسيس. يبقى ده بالنسبه للفانكشن بتاع السيمينال فيزيكال. نتكلم عن جلاند مهمه جدا اسمها البروستات، زي اي جلاند ستروما وبارينكما، الاستروما عباره عن كبسول وسبتة وريتيكولار فايبر زي اي جلاند، فرق بس ان الكبسول هنا فايبروماسكولار يعني فيها فايبرز بالاضافه لسموث ماسل، فايبروماسكولار ستروما في الكبسول والسبت. طب البارينكيما، البارينكيما عباره عن ايه؟ عباره عن الجلاند اسيناي بروستاتيك اسيناي، البروستاتيك اسيناي لو انها بتتجمع في ثلاث اماكن 3 زونز، اول زون ناحيه جنب اللي طبعا عارفين البروستات فاتح فيها، البروستاتيك يوريثرا موجوده كده، بروستاتيك يوريثرا جايه بتبقى ترانزيشنال ابيثيليوم، تحتها على طول تحت الابيثيليوم بتاع ترانزيشنال ابيثيليوم في شويه كونكتيف تيشو موجود فيهم الترانزيشنال زون، يبقى هي جنب الترانزيشنال ابيثيليوم بتاع البروستاتيك يوريثرا فيسموها ترانزيشنال زون، وتعتبر موجوده في الميوكوزا ابيثيليوم وكوريا، موجوده في الكوريام في الميوكوزا يسموها ميوكوزال اسينوي، وهي حوالين اليوريثرا فيسموها بيري يوريثرال ميوكوزال اسينور او ميوكوزال جلاند، نسبتها 5%. طب في النص اللي لونهم اصفر ده يعتبر اسمهم سنترال عشان في النص، وتحت الميوكوزا يبقى اسمها ساب ميوكوزا نسبتها 20%، والدكت بتاعتها اطول، وطبعا كلهم الدكت بتاعتهم بتفتح في البروستاتيك يوريثرا. طب اخر حاجه اللي ناحيه بره خالص بقى كتير دي اسمها البريفرال، ناحيه بره بريفرال او مين نسبتها 75% ولها لونج داكتس تفتح بردك في ايه في البروستاتيك يوريثرا. طب الابيثيليوم او اللايننج بتاع الاسيناي ده ايه؟ اللايننج بتاعها عباره عن سيمبل كولامنر او سودو ستراتيفايد، خلي بالنا الاجاكولات
ejaculatory duct, ejaculatory duct والseminal فيزيكال والبروستات الثلاثه سمبل كولامنر صراع، سمبل كولامنر او سودو ستراتيفايد. طيب في حاجه بقى موجوده في البروستات اسمها الكوربورا امايليشيا، خلي بالكوا غير الكوربورا ارانيشيا اللي كانت موجوده في الباينيال بادي، هنا كوربورا امايليشيا دي عباره عن سفيريكال كونكريشن، برضو عباره عن كالسيوم كده بيبقى موجود في الايه سيكريشن، بيحصل له كونكريشن يبقى ايه بقى عامل زي الحجر كده، سفيريكال كونكريشن من 2 من 10 ل 2 ملي، موجود في اليومن بتاع الجلانس، بارشالي كالسيفايد يبقى فيه كالسيوم، بيبقى مور نيوملس اند ماتش كالسيفايد ان اولد ايج، مع التقدم في العمر بيحصل مور كالسيفيكيشن، ويبقى عدد الكوربورا اميليشيا دي بيزيد في البروستات بالشكل اللي قدامنا شبه الحجاره كده قدامنا. طيب في حاجه بقى كمان كده اسمها البينايل بروستاتيك هايبربليزيا، بيحصل ان يحصل هايبرتروفي في الترانزيشنال زون اللي هي الميوكوزال، يحصل هايبرتروفي فيها وتكبر كده، شايفين ضغطت على البروستاتيك يوريسترا قفلتها، فيحصل مشاكل بقى مع الميكتيوريشن، فالانسان يبدا يشتكي. تمام ده في البيناين عشان هي تعتبر حاجه حميده، بيناين بروستاتيك هايبرتروفي. في بقى حاجه تانية خطيره بتحصل اللي هي البروستاتيك كارسينوما، بتحصل في البريفرال زون، شايفين يعني ممكن يحصل وتنتشر ولسه البروستاتيك يوريسترا الانسان العيان ما اشتكاش باي حاجه، لان البروستاتيك يوريسترا زي ما هي ما اتقفلتش ولا اي حاجه، فالانسان ما اشتكاش بحاجه، فممكن يحصل مشاكل من حاجه زي كده اللي هي البروستاتيك كارسينوما، بتيجي في البريفرال بارت. هو وظيفه البروستاتيك جلاند برو بي برو دي يعني بروتيوليتيك انزيم، والجي بتاع الجلاند يعني جلايكوبروتين، وزي ما كنا هناك قلنا حرف السي كان فيتامين سي، هنا يبقى سيتريك اسيد، كل الحاجات دي مواد بتفرزها البروستاتيك جلاند. بالاضافه بقى لحاجه خاصه قوي ما بتتفرزش غير من البروستات اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، دي ماده عباره عن زي بروتيوليتيك انزيم، نوع من انواع البروتيوليتيك انزيم، نوع من انواع البروتيوليتيك انزيم بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، نوع من انواع البروتيوليتيك انزيم بروتييز، بيعمل ليكوفاكشن للكواجولييتد سبيرم، سبيرما والسيمن بيبقى حصل له كواجوليشن ماسك في بعضه كده عشان يحرر السبيرم عن طريق البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين ده بروتييز انزيم، يعمل سلو ريليز اوف سبيرم افتر ايجاكوليشن، سمول اماونت منه بقى بيدخل للبلاد فيسلز، فطبيعي ان هو بقى موجود في اي ميل، لو نسبته علت قوي يبقى في انفلاميشن في البروستات يا اما في كانسر بروستات. طيب في جلاند تانية، يبقى احنا على الجلاندس عندنا ثلاثة، السيمينال فيزيكال والبروستات والتالت واحدة اللي هي البالبو يوريسرال جلاند او الكوبرز جلاند، دي عبارة عن بيرد جلاند برضو اتنين كده مش سنجل، البروستات كانت سنجل، اما السيمينال فيزيكال والبالبو يوريسرال بيرد جلاند، حجمها صغير 3-5 ملي، موجودة فين؟ موجودة في اليوروجينيتال ديافرام، بس بتفتح فين؟ مش هتفتح في الممبرنس بقى، لا هتفتح في البروكسيمال بارت بتاع البينايل يوريسرا. شكلها عامل ازاي؟ عبارة عن استروما وبارينكما، والبارينكما عبارة عن أصيناي، الأصيناي هنا بقى مش هنقول بقى، فاكرين كان في صراع سودو ستراتيفايد وسيمبل كولامنر، هنا دي صغيره كده وبسيطه، هتقول انا ماليش دعوه بالكذب، انا هبقى سيمبل كولامنر ونحة تيوبولو اسينر، يبقى هي نحة تيوبولو اسينر والبروستات تيوبولو اسينر او تيوبولو الفولر، اما السيمينال فيزيكال كانت تيوبولر انبوبه ومتنيه، كانت تيوبولر جلاند. وظيفتها ايه؟ دي بقى مش هتشارك في تكوين السيمن او السيمينال فلويد، مال دي وظيفتها ايه؟ دي بتفرز ميوكاس لايك سيكريشن، تفرزه بحيث ان هو يعمل لابريكيشن لليوريسرا ويمهد، طبعا عارفين اليوريسرا ده مخرج للايه لليورين وللسيمينال فلويد، فممكن يبقى لو في بقايا يورين او في اي حاجه هي تبدا الاول تفرز السيكريشن اللي هو ميوكاس لايك سيكريشن قبل افراز السيمينال فلويد، يبقى هي ملهاش علاقه بتكوين السيمينال فلويد. طيب اخر حاجه البينس، البينس عباره عن ايه؟ ده اخر جزء موجود عندنا في الميل جينيتال، عباره عن 3 اجزاء، 3 اريكتايل تيشو، جزء كده قادر على يحصل له اريكشن ويتمدد،
جزئين اسمهم تو دورسال كوربورا كافرنوزا. كلمة كورباس يعني جسم، كوربورا يبقى تو كده اتنين، اسمهم كوربورا كافرنوزا، مليانين فينز كتير قوي. وان فينترال كورباس سبونجيوزا، من اسم سبونجيوزا شبه السفنجة كده، طري وحنين، موجود فيه البينايل يوريثرا، عشان لما يحصل إريكشن هيحصل تمدد للتو كوربورا اللي ورا، والجزء ده هيحصل له بردك ايه تمدد، بس مش هيحصل له، مش هيقفل اليوريثرا، البينال يوريثرا لازم تبقى مفتوحة عشان السكريشن بتاع السيمينال فلويد. فهي موجودة في الاسبونجيوزا من الاسفنجية دي عشان تحميها. خلاص يبقى عبارة عن فينوس بسبيسس كبيرة، فينوس كافيرنوس سبيسس كده، ولايند بالاندوسيليوم اللي هي الاركتايل تيشو ده، وسبريتد بايه، مفصولين عن بعض بايه، بدنس فايبرو الاستيك تيشو، دنس فايبرو الاستيك تيشو اسمه تونيكا البوجينيا، زي ما كان فيه في التست التونيكا البوجينيا، هنا في التونيكا البوجينيا. اخر حاجه ما ماشيه في الايه كده من اول بعد اليونير بلادر اللي هي الميليوريثرا، زي ما احنا شايفين كده ثلاث اجزاء، جزء ماشي في البروستات يسموه بروستاتيك يوريثرا، وجزء ماشي في اليوروجينيتال ديافرام يسموه ميمبرناس يوريثرا، وجزء ماشي في البينس يسموه بينايل يوريثرا. زي ما احنا شايفين اللينس بتاعها البروستاتيك بتبقى 3 4 سنتي، الميمبرناس قصيره قوي 1 سنتي، البينايل هي اللونجست بتبقى 15 سنتي. الابيثيليوم طبعا البروستاتيك يوريثرا دي يدوب نازله من اليورينري بلادر على طول، فيبقى نفس اللايننج بتاع اليورينري بلادر اللي هو ترانزيشنال ابيثيليوم. طب الممبرانس، الممبرانس كده زي غشاء كده مغطي وشه كده، يبقى بردك احتمال انه يكذب، واحتمال انه خلاص هنطلع على بره، يبقى ستراتيفايد كولامنر. تمام، طب تزيد بقى عشان خلاص مستعد للخروج بره، فيبقى ستراتيفايد كولامنر او لسه بيكذب سودو ستراتيفايد كولامنر. طب البينايل نفس الكلام، يبقى سودو ستراتيفايد كولامنر يا اما ستراتيفايد كولامنر، ما عدا الجزء الاخير خالص ناحيه الاوبننج بقى بتاع اليوريثرا اللي اسمه جلانز بينس، الجلانز بينس خلاص هيفتح على السيرفس، هيبقى ستراتيفايد سكويمس، يبقى ستراتيفايد سكويمس. يبقى كل حاجه قلناها من اول الابيديدمز قاعدين نقول سودو ستراتيفايد كولامنر، كل حاجه فيها سودو ستراتيفايد كولامنر، ما عدا البروستاتيك يوريثرا بتبقى ترانزيشنال، ما عدا السيمينال فيزيكال كان فيها سودو ستراتيفايد مع السيمبل كولامنر، والبالبيوريثرا او كوبر جلانز ما قلناش فيها كلمه سودو ستراتيفايد، كنا قلنا فيها سيمبل كولامنر. يبقى ده كده ملخص للميل جينيتال سيستم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.